مرحبا بك المتابعين قناة جوك تيفي على اليوتيوب. قبل يومين تعرضت أصالة المالح لهجوم وتعليقات سلبية من طرف المتابعين من بعد ما شاركت ستوري على انستغرام وثقت من خلاله صبغة لشعر بنت هميلة باللون الأصفر بخصل صغيرة، وكانت أغلبية التعليقات بتلوم أصالة على هذا الفعل بسبب صغر سن ميلا. فشو رأيكم أنتو؟ أما غيث مروان فرج على دبي من بعد خضوعه لمغامرة كتير كبيرة بالمالديف رفقة صديقه أحمد الشوبكي قبل أيام. أما عائلة البيوتي فعم بيجهزوا لشي جديد وشاركوا عدة ستوريات مبارحة من خلف الكواليس، من بينها هالستوري اللي شاركته نارين وعلقت به مصيبة جديدة، وسيدرة علقت به عم صور المصايب يلي عم بتصير بس ما رح أنشر هلأ، وجلال شارك هالصورة وعلق به عم نحضر لشي جديد. فشو هي توقعاتكم؟ شو ممكن تكون هالمصايب؟ أما قمر الطائي ونور مار فصار حديث الجمهور من بعد ما صادف وصعدوا ببث مباشر على تيك توك مع بعض عن طريق الصدفة، وكانت ردة فعلهم جدا غريبة. شو في شي زلت؟ نعم طحطح، انت ليش ضروري يلا تسوي الحركات؟ ضروري تسوي الحركات؟ احا سالي دزت لي جست. اوكي نسوي روحنا، شلونكم انتو زينين؟ شلونكم انتو زينين؟ حلو الكلام، ضروري تسوي الحركات. لما تطلعي مع حدا قولي لي انك بتطلعي مع حدا. ثواني، هي بعتت لي جست. هي بعتت لك جست؟ معناتها شايف انك طلعانه معي وبعتت لك جست، ليش؟ اذا هي ما بدها تطلع اصلا. يا زلمه شو عندنا؟ خلص بسكر، لازمك شيء؟ بدك تسكر؟ فقمر الطائي ردت ولاول مره عن اللقاء اللي صار بينهم وعن ردت فعلها انذاك، فشو رايكم باللي صار؟ شاركونا رايكم تحت بخانه التعليقات. وحوضح هيك بس شغله بسيطه عن انه كعالم يعني حكوا انه على ردة فعلي وانه انا ضحكت وما ادري شنو على اساس انه انا فرحانه. الضحكه مالتي كانت ضحكه انه مال واحد انه انا احلام العصر اللي صار، بضحك لكم شغله اللي صار احلام العصر اوكي. والضحكه مالتي مال واحد مصدوم يعني استغربت من اللي صار وضحكت لان ما اتوقع يصير شيء. فبس والله وانا ما احب اشخص الامور يعني، يعني شو تدري مثلا اقوم ابكي لو اقوم اعيط. فردة فعلي كانت أكثر من طبيعية، بس يعني أكو بعض العالم يحبون يسوون بهارات على السوالف ويسوون دراما، فبس هذا ردي، ما رد أكثر من هيك صراحة لأن الموضوع سخيف